ورا بعض بتشكل فيلد بالكامل او اكتر من فيلد ورا بعض. انواع addresses بتاعت IPv6 عندنا global unicast address. unicast address يعني IP address بياخدوا سيستم واحد بس, فزي IP version 4. global مقصود بيها ان هو IP address معروف globally, يعني زي public IP addresses كده. ودي ايانا قالت ان هي تشتغل في الرينج بتاع 0.0.2.0.0:3, يعني ايه هنركز مع اول 3 بيتس بس. اوكي however او whatever, يعني global unicast addresses ممكن برضو نبص عليهم في ال RFC. هنا 4.2.9.1 دي RFC ظريفة بتاعت IP version 6 addressing architecture. انا هنا حابب ان انا اجيب ال RFC, و RFC بالمناسبة يعني request for comment, و request for comment دي بنعتبرها زي standard كده. هو يمكن اسمها ما يوضحش ان هي تحسسك بالالزام, ولكن هي عبارة عن standards بتطلع من مؤسسة اسمها IETF Internet Engineering Task Force, ودي المؤسسة اللي بتحط ال RFCs او بيصدر عنها ال RFCs اللي بتاخد ارقام. وال RFCs دي بقى متعلقة بحاجات كتير جدا في التكنولوجيز, يعني مثلا IP version 4, IPv6, HTTPS, SIP اللي هو Session Initiation Protocol, كل دي عبارة عن RFCs خرجت من المؤسسة اللي اسمها Internet Engineering Task Force. انا حابب اجيب ال RFC بحيث ان احنا يعني لو شفنا بعد كده RFC او حبينا نجيب منها معلومة ما نتخضش. يمكن الكلام بيكون شوية كلام يعني official كده ولي يعني مدلول قوي, ولكن طبعا من السهل ان احنا نجيب منها المعلومة. فدي اول صفحة في ال RFC. لو نزلنا تحت شوية هنلاقي ال Table of Contents, هنا المحتويات. على سبيل المثال مثلا لو انت عايز تعرف اليونيكاست ادرسز بيبقى شكلها عامل ازاي, جلوبال يونيكاست ادرسز, انواع مختلفة زي اللينك لوكال او السايت لوكال يعني ايه, ممكن طبعا ايه جمب دايركتلي على السكشن ده بتاع اللينك لوكال ونتكلم يعني ايه لينك لوكال unspecified. فممكن ننزل تحت شوية في ال RFC. اوكي هنا مثلا مثال IPv6 address. اوكي هنا مثال تاني واضح طبعا هنا الاختصار, طالما شايفين 0.1 في فيلد يبقى ده معناه ان الفيلد ده كله باصفار. هنا عندنا امثلة على الاختصارات. ده IPv6 address ده عبارة عن unicast, تمام. FF الحاجات اللي بتبقى FF دي multicast, تمام. لو في IP address عبارة عن كله أصفار وآخر فيلد آخره فيه هكس ديسمال 1, ده اللي هو اللوب باك زي شبه 127 كده, واللي هو بيبقى كله أصفار ده عامل زي الديفولت unspecified, تمام. الحاجات دي لو عايزين نختصرها ادي ممكن نختصرها بالشكل ده respectively, يعني نفس الترتيبة ديت. مثلا على سبيل المثال لو هنختصر اخر IP address اللي هو كله صفار نختصره الى column. column دي معناها ان 128 بيت عبارة عن اصفار. يعني لو نزلنا تحت شوية ممكن ناخد امثلة على ال addresses, address types, address type identification. unspecified اللي هو الديفولت بيبقى عبارة عن ال 128 بيت كلهم بصفار, ممكن نمثله بالشكل ده. المالتي كاست بيبقى FF. طبعا احنا اتفقنا ده هو ده كده باينري. اوكي طبعا باينري انت لو خدت اول 4 بيتس مع بعض احنا اتفقنا الهكس ديسمال بيبقى 4 بيتس, 4 وحايد هكس ديسمال يطلعوا بF واربع وحايد تانيين اف تانية. ف يعني اي حاجة بتبدأ ب FF دي عبارة عن مالتي كاست ادرس. لينك لوكال بيبدأ ب FE80. لينك لوكال ده IP address بيستخدمه
السيستم بتاعي عشان يتكلم بيه مع الناس اللي هم معاه على نفس الشيرد سيجمنت. وليكن مثلا عندنا هنا باص، وعندنا مجموعة whatever systems routers PCs. اوكي، كل انترفيس على الأجهزة ديت بيبقى واخد لينك لوكال ادرس. اللينك لوكال دوت بيستخدمه بس عشان يتكلم بيه مع الناس اللي معاه على نفس السويتش مثلا، معاه في نفس اللان. اوكي، ما بيستخدموش مثلا عشان يكلم بيه ناس في مكان تاني هنا مثلا. يعني ده هنقول ان ده راوتر اسمه راوتر 1، وده راوتر اسمه راوتر 2، وده راوتر اسمه راوتر 3. فراوتر 3 بيستخدم اللينك لوكال عشان يتكلم بيه مع الناس اللي هم معاه على نفس السيجمنت هنا. وليكن ده مثلا ايثرنت سويتش، يعني ده عباره عن سويتش في بورتس، والبورتس ديت واصل فيها راوترز 1 3 و4. فاللينك لوكال بيستخدم فقط على الايه، النتورك اللي انت واصل بيها مباشره، بتتكلم بيه مع الناس اللي انت واصل بيهم على نفس السويتش مثلا. لكن لو راوتر 3 هيكلم راوتر 2 هو مش واصل معاه على نفس النتورك، في الحاله دي ما بيستخدمش اللينك لوكال. فاللينك لوكال هو نوع من انواع البرايفت اي بي ادريسز، بنستخدمه عشان نتواصل مع الناس اللي معانا على نفس اللينك بس. سايت لوكال كان كونسبت كده، اعتقد ان هو مش هيتنفذ قوي في السنين اللي جايه، لان طلعت ار اف سيز بتقول ان هو يعني will be depreciated، بمعنى ان هو مش هيستخدم. يعني سايت لوكال هو عباره عن اي بي ادرس، اي بي في 6 ادرس، برضو هنستخدمه عشان نتكلم بيه مع الناس اللي معانا في نفس السايت او نفس الشركه يعني مثلا، مش هنستخدمه عشان مثلا نتكلم بيه حد على الانترنت. جلوبال يونيكاست هو ده اللي هنستخدمه عشان نتكلم بيه الناس على الانترنت او في العالم كله. يعني مثلا واحد موجود في مصر هيكلم واحد في امريكا، فبيستخدم الاي بي ادرس اللي هو جلوبال يونيكاست، اللي هو بيبدا بايه، ب 02. اتكلمنا ان سبيسيفايد اللي هو الديفولت. بصوا بقى ايه الديفولت اي بي ادرس في اي بي في 6، عباره عن كولن كولن، عايز تكتب البريفكس بتاعه بتقوم كاتب سلاش 0. ده كده الديفولت اي بي ادرس في اي بي في 6. اللي هو كان في اي بي فيرجن 4 كان شكله عامل ازاي، كان 0.0.0.0/0. ده بتاع اي بي فيرجن 4 اللي هو الديفولت اي بي فيرجن 4، ده الديفولت بتاع اي بي في 6. اللوب باك اللي هو اللوب باك زي 127 في اي بي فيرجن 4. ده هنا مثال ل مثال ل اي بي في 6 ادرس. هو طبعا ايه كله على بعضه من اول هنا لغايه الاخر هم عباره عن 128 بت. ال 128 بت دول لو احنا بنتكلم على جلوبال يونيكاست ادرس، يعني ادرس ينفع تستخدمه على الانترنت، بيبدأ ب 00 مثلا 1، وبعد كده الجلوبال راوتينج بريفكس ده حوالي 45 بت. ده بيتقسم ممكن تقسيمتين او ثلاثة، المهم ان ده منه من 45 بت دول بتعرف الريجستري او الار اي ار اللي هو ريجنال انترنت registries، اللي هما عارفين احنا عندنا الاي بي ادريسز الدنيا ماشيه فيها ازاي. ان احنا عندنا ايانا، ممكن نبص حتى عليها على الويب سايت هنا. عندنا في الاول في ايانا، اوكي، وبعد كده ايانا بيبقى تحتيها ار اي ار او ريجنال انترنت registries، انا اسف، اللي هما بيبقوا اي ار اي ان، دول في امريكا، دول المسؤولين. يعني ايانا مسؤوله عالميا، كويس، هي اللي بتقسم الموضوع عالميا. تحت ايانا في كل ريجن، في كل منطقه في ريجستري مسؤول عن الاي بي ادرس في المنطقه دي. اي ار اي ان دول بتوع امريكا، اي بي ان اي سي دول بتوع اجا باسيفيك، رايب في اوروبا، ان سي سي، وهكذا. احنا عندنا في افريقيا في افرينك، هم المسؤولين عن المنطقة بتاعت أفريقيا بشكل عام، اي بي ادرسز وكذا. بعد كده ممكن يبقى في ناشونال انترنت ريجستريز او مفيش، يعني في كده او كده، ده مناطق ومناطق. يعني ايجا باسيفيك فيها حاجة اسمها ناشونال انترنت ريجستريز، دول بيبقوا تحت الايه، الار اي ار اللي هم الريجنال. يعني مثلا ريجنال ده بيبقى مغطي مثلا قارة او ممكن ايه قارة وحتة، لكن الناشونال ده بيبقى مغطي سكوب اقل، بياخد من الريجنال. بعد كده الاي اس بيز بياخدوا من الار اي ار او من ان اي ار، اي اس بيز اللي هم لوكال انترنت ريجستريز.
انترنت سيرفيس بروفايدر يعني. وبعد كده الاند يوزر في الاخر بياخد من ايه؟ من الاي اس بي. يبقى الاند يوزر بياخد من الاي اس بي، الاي اس بي بياخد من الار اي ار، والار اي ار زي مثلا وايب في اوروبا بياخدوا الرينجز بتاعت الاي بيز من ايانا. فكده العمليه ايه؟ بتمشي يعني. ف اوكي، فالمهم من اول اللي هم الكام بات 45 دول بنعرف مين الريجستري، بنعرف ده تبع مثلا رايب في اوروبا، ومن هنا بنعرف ايه الاي اس بي. كل اي اس بي بقى بيدي للشركات اللي عنده هنا 16 بات يشتغل فيهم. اوكي، طبعا 16 بات دول يعني احنا بنتكلم على 65,000 شركه مثلا، وكل اكشلي حتى ممكن كمان نعرف الشركه من ال 45 بات هنا. ده اللي هم 16 بات دول اللي جوه الشركه يعني. احنا هنا من ال 45 بات دول بنعرف الريجستري والاي اس بي والشركه كمان اللي خدت من الاي اس بي، الكومباني خدت من الاي اس بي، وليكن مثلا شركه الحديد والصلب مثلا واخده من الاي اس بي اللي اسمه تي اي داتا، وتي اي داتا واخد من افرينك مثلا. تمام، بعد كده بقى كده احنا خلاص عرفنا النتورك دي تبع مين. بعد كده بقى جوه سبنتس دول 16 بت، 16 بت دول فيهم مثلا 65,000 سبنت جوه الشركه الواحده. كل سبنت اوكي فيها 64 بت، 64 بت ده رقم طبعا مهول من الايه الاي بي ادرسز طبعا يعني. اوكي، فده الجزء يعني بتاع الهوست اللي هم ال 64 بت دول، وال 64 بت اللي فاتوا ده الجزء بتاع النتورك. طبعا الظريف من التقسيمه ان احنا بنعرف ايه الاي بي ادرس دوت تبع انهي ريجستري في العالم، وانهي اي اس بي، وانهي شركه يعني. طبعا دي حاجه برضو ايه مش جديده قوي يعني، برضو اي بي فيرجن 4 في لحد ما تقسيمه شبه كده بنقدر نعرف الاي بي ادرس تبع مين. طيب فدي بالنسبه لانواع الادرس تايبس يعني، انواع اي بي في 6 عندنا جلوبال يونيكاست، عندنا ده كانه زي البابليك كده بابليك اوكي بابليك، وعندنا برايفت زي اللينك لوكال والسايت لوكال دي برايفت، وعندنا حاجات بقى زي الديفولت واللوب باك وهكذا. في طبعا حاجات ريزيرفد ممكن نبقى نبص عليها على اي اي تي اف او حاجه. طب ازاي ندي اي بي ادرس لسيستم معين؟ احنا متعودين من حتى ايام اي بي فيرجن 4 كنا بقى ايام زمان يعني، ان احنا ممكن ندي الاي بي ادرس ستاتيك او دايناميك. الستاتيك عن طريق ان انت تخش على الانترفيس وتدي له اي بي ادرس معين. الفكره في اي بي في 6 ان احنا عندنا شكلين في الستاتيك، يا اما انت تدي له الاي بي ادرس كاملا، يا اما تدي له الجزء بتاع النتورك اوكي وتقول له اتصرف انت في الجزء بتاع الايه بتاع الهوست. بيتصرف ازاي هنقول. فيا اما تدي له الاي بي ادرس كامل، يا اما تدي له الجزء بتاع النتورك هو يتصرف في الجزء بتاع الهوست. ده بنسميه اي يو اي اكستنسبل يونيفرسال ايدنتيفاير هايفن 64. انت بتدي الجزء بتاع النتورك وهو بيجيب الجزء بتاع الهوست. فادي كده انت اديته الاي بي ادرس ستاتيكلي. خش على الانترفيس وليكن ده مثلا اسمه سيريال 0/1. انا هنا عشان السهوله مسمي النتوركس اسامي مختصره ظريفه. النتورك اللي ما بين راوتر 1 وراوتر 2 مسميها 12 اوكي. طبعا 12 كولن كولن سلاش 64 ده معناه ايه؟ يعني ان انت عندك اول فيلد كان 0 0 12، وبعد كده كل الفيلدز اللي جايه اصفار. عد 64 بت، ده الجزء بتاع النتورك. وطبعا الجزء بتاع الهوست لما نيجي بنكتب نتورك اي دي ما بنكتبوش او بنعمله باصفار يعني.